الفقرة كانت ساخنة وكانت يعني سبايسي. نعرج على وقفنا الكريم، وقفنا الفضيل، وقفنا المبروك، وقفنا المبارك، اللي هي وقف اليتيم في مكة المكرمة، والجمعية جمعية رؤوم الكائنة في منطقة رفح. الوقف هذا جميع مصارفه لليتيم، والبذل يا أخوان والعطاء له لذة، ومن تعود عليه والله لن يترك، لن يترك أبدا. الدكتور صالح الحمد، واحد من الآباء اللي عندنا في فقرة الآباء، يقول يسولف، هو الآن هو هايكينج، لذلك اليوم الأيام هذه مو موجود، ويقول يقول أنا مرة من المرات رحت أبي أشتري خبز، جميل جميل، والبقالة قريبة من بيتي، وأخذت معي 10 ريال على أني بشتري لي خبز مفروض وصامول وبرجع. يقول وروح يوم جيت البقالة، إلى قدام البقالة هذيك المرة اللي تشحذ، قلت يا ولد ما الله كتب ذا الخبز، ومد لها 10 وعود، وارجع البيت واجلس البيت وادخل المكتبة، مكتبته قارئ مو بسيط، ومؤلف، مؤلف تقريبا 20 كتاب. يقول واجلس في مكتبتي واطلع ذاك الكتاب ابي اقراه شويه تصفحه، الا الكتاب في 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 فراغ. ايوه يقول عود وافتح الفراغ الا 12,000 ريال. لا اله الا يقول انا حاطها وناس عصرها، ناس عهدها، ما ادري متى حطيتها ومدري ناسيها اصلا، ما حسبت حسابها. يا سبحان الله، يقول يعني شيء يعني فوق الخيال. مثل هذه الامور هذه تعتبر تبشيريه ترى، هذه زي الكرامات من الله سبحانه وتعالى، وتطمين ويشد ازره، ويعني يعطيه زي الرساله انها قبلت، ترى العشره هذه قبلت مقبوله، لذلك هذا ردها. فالبذل والعطاء حتى لو ما حصلته في الدنيا بتحصله في الاخره يا رب. لذلك في الغرب اللي يجيه اكتئاب وش يسوون به؟ يقولون روح لجمعيه يعني حقوق انسان، روح لجمعيه سرطان، روح اعمل في افريقيا، روح يسوي كذا، لانه يجد لذه وسعاده في خدمه الفقراء. وحنا في الاسلام عندنا جوائز في الدنيا وجوائز في الاخره وجوائز في الجنه، فلذلك ابذل، ومن تعود على البذل والعطاء سواء في هذا الوقف، انا اكرر في هذا الوقف ولا غيره، لكن الوقف هذا عندنا وحنا بصدده وعارفينه وهو اللي موجود الان. فاتمنى من الجميع ان يبادر في هذا الوقف يا ابو هيف. والله بيض الله وجهك ابو حزام، والله يكتب اجرك. وانا لعلي برضو اعرج على نقطه انه تصدقوا عن موتاكم، فالصدقه عن الميت ترفع من درجاته وتزيد من حسناته وتقلل من سيئاته. ويا كم من شخص فقدناه وهو غالي علينا، في احب هذا لو تصدقنا باللي تجود به انفسنا، لعله يستانس بهذه الصدقه في قبره وتكون عونا له ان شاء الله في دخول الجنه. هذا ما احببت ان اقوله ونوه عليه. الله يجزاكم خير ويكتب اجركم، عز الله انكم ما قصرتوا، يعني قلتوا الكلام كل اللي نبي نقوله. الله يجزاكم خير وتصدقوا، والله يجزاكم خير ويرحم والديكم. جميل، رتويت والله الكلام ابو منصور، رتويت كلام منصور. بينكم مشكله الحين؟ لا فا لا لا بين افا، ترى انا احب المشاكل حتى بين النقاط، احنا ما عندنا اختلاف طيب. حتى على الطاوله ما عندنا في طاهر عندنا لكن